انا سعيده بزاف انني نشارك في هذا العمل. سعيده لان عالم فوزي كله كيغريني من دائما وكنبغي نخدم معاه، وتحت هذه الفرصه مع انه الدور ديالي عنده مساحه صغيره في الفيلم، ولكن الاشتغال مع فوزي ما قدرش نقول لا. يعني فاش اقترح عليا الدور، هو الدور عنده واحد الاهميه في القصه في الفيلم، وانا عجبني لانه شكل اخر، هو لونتييغو ديال القصه. دونك فوالا، ما بغيتش نهضر بزاف على الدور ديالي لان بغيت الناس يكتشفوا العمل، ولكن انا مني شفت الفيلم صراحه زعما كنت اكثر فخر. طبعا كنت مطمئنه مع فوزي لان كنعرف الخدمه ديال فوزي، ولكن هذا العمل بالنسبه لي شكل اخر. سر الغياب هو انني كنختار الاعمال ديالي، ما كنقبلش اي شيء. مع الاسف هذه 3 سنين في الدراما في التلفزيون تقترحوا علي اعمال ما وافقتنيش، ففضلت انني نوقف شويه يعني نعاود الحسابات ديالي. ولكن السينما كنت درت العمل ديال فوزي، وكنت شاركت فيلم كذلك البطوله الثانيه ديال فيلم فرنسي اللي هو بروندغ لو لارج ديال غايل موغيل مع ساندرين بونير اللي خرجت هو في هذه السنه. وكاينه مشاريع جايه دابا انايا في خلال تصوير سلسله لوزين للقناه الاولى اللي غادي يكون البث ديالها قريب ان شاء الله.